يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: إن عليكم لحافظين، هل لكل إنسان ملائكة كثر أو ملكين؟ الإنسان معه ملائكة حفظة عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعه ملائكة معقبات يحفظونه، واحد من أمامه واحد من خلفه، يحفظونه من الأخطار ومن الآفات إلى أن يشاء الله أن يقدر عليه الإصابة فيتخلى عنه الملك. نعم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومعه ملك قرين يأمره بالخير، ومعه قرين من الشياطين يأمره بالشر. نعم.